السلام عليكم مشاهدين قناة من 24، أينما كنتم وأينما ارتحلتم بالصوت والصورة لتكتمل عندكم الفكرة. اليوم في مدينة مكناس، بالضبط في المنزل ديال شبيهة الزهوانية، محبة أو مناصرين ليوسف الزروالي. السلام عليكم وشكرا اللي فتحتي لنا المنزل ديالك وفتحتيه القناة من بر 24. وعليكم السلام خويا حسن. قدمي لنا نفسك، شكون هي؟ مرحبا عزيزة الملقبة بالزهوانية. أنا جيت هاد النهار تنهني الأخ يوسف الزروالي على الخروج ديالو من السجن، وأنا من الناس اللي معجبين به ومن الناس اللي كنشوفو كيدير الخير، ويعني مفتخرة به في مدينة مكناس. لحقاش توا منه من مدينة مكناس، ويعني الناس في مدينة مكناس كيفتخروا به كاملين، وأنه سيد كيدير الخير وكيسعى الناس للخير، وكنشوفوا أنه سيد نزيه وطيب ذو أخلاق عالية. اختي عزيزة، اول سؤال، يعني مؤخرا يوسف الزروالي تعرض للاعتقال من طرف، يعني بتهمة النصب وخيانة الأمانة والتشهير. انت كيفاش تلقيتي الخبر وكيفاش كانت الريفليكس ديالك؟ انا صراحة انا بسمع ان يعني تعتقل بقى في الحال، ولكن احنا كنجددوا بعد الشكر والتقدير للسلطة القضاء القضاء اللي هو كان نادي في الامور ديالو. بالنسبة للسي الزروالي رد البراءة ديالو، يعني القضاء ديالنا نزيه. وبالنسبة للتشهير اللي هو كان عنده عن غير قصد، راه دا العقوبة السجنية اللي هي 7 شهور نافذة، وهو يعني ما كانش ناوي او قاصد انه يوصل لهاد الامور هذه، ولكن هذه امور كتبقى عادية كتوقع في الحياة. وممكن الانسان يبتلي بالسجن، راه سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ابتلى بالسجن. عزيزة، يعني انت كيف قلتي انك انت كتعترفوا بالقضاء المغربي، والقضاء المغربي بيان سور نزيه، اي واحد كيعطيه الحق ديالو. انت جلستي مع يوسف الزروالي وكنا كنشوفوك انك مواكبة الحدث يعني في المحكمة، وكنتي انك واش كتعتقدي انك محبة ليوسف الزروالي، ان يوسف الزروالي غيكمل في المشوار الفني ديالو وغيحاول يزيد يعاون الناس؟ انا ماشي غير انتقنا، انا عندي 100% انه غيكمل في المشوار ديالو وغيزيد يعاون الناس ويساندهم، واي حاجه يد مساعده الناس اللي هما فقراء غادي يساعدهم. بالنسبه لحاجه اخرى، بالنسبه ليوسف الزروالي، راه ان هذا مساج كنقولوا له، راه ملي كي انسان كيتعتقل وكيخرج راه ماشي كيتهرس، راه كتزيد عنده قوة وشجاعة، وكنزيدو حنا كنساندوه وكنعاونوه. كنا كمكناسيين وكنا كنا كمغاربة. بعد المنتقدين وبعض اللوبيات اللي كانت كتحارب يوسف الزروالي وكتقول بان المناصرين ديالو كيشدوا الرشوه وكيقولوا هذيك كلمه حق، يعني ماشي بالواقع، مي انهم كانوا كيتعرضوا للرشوه وكيعطيكم شي حاجه، انت اليوم كمحبه ليوسف الزروالي بغيناك تخرجي بالتصريح، واش هذا الشيء كاين؟ لا، ما كاينش، هو صديق وعزيز، وما كاينش هاد الامور هادي ديال الرشوه. حنا كممكن حنا كمغاربه كنبقاو كنحجمو كنزيدو في موضوع كيكون صغير كنكبرو، وهادي كتبقى اشاعات. والانسان اللي كتكون عنده اشاعه في الحياه ديالو او كيكون عنده الاعداء ديالو، راه كيكون ناجح في الحياه ديالو. اختي الزهوانيه، الناس كاملين كيقولوا لك ملقبه بالزهوانيه، واش شنو السر؟ تكلمي لنا شويه على نفسك. عزيزه بنت مدينة مكناس، هاد الفكرة الزهوانية الناس اللي كيقولوها لي، يعني كيقولك شبيهة الزهوانية ياك، وتا أنا عزيزة عليا الزهوانية، وتحية للزهوانية زهوانية المغرب زهوانية الجزائر. كان عندك تواصل مع العائلة ديال يوسف الزروالي، هضرتي معاهم، زرتيهم، كيفاش كانت الحالة؟ بغيناك تقربي المشاهدين نهار تعرض الزروالي للاعتقال، كيفاش كانت الحالة ديال والديه؟ اي اسره ديال اي انسان تعتقل كتكون الحاله ديالو كما كنقولوا لا يرثى، لا بهذه اللغه لا يرثى لا. اما بالنسبه للام ديالو ولا الاخ ديالو، لا يعني كانت الحاله ديالهم ضروري ما غيقتنعوش ان الولد ديالهم اللي كان كيدير الخير في الناس، وبزاف ماشي زعما الخير في الناس، ان يقدر ربي جابو
كيدير الخير في الناس اللي ما عندهمش فقراء او هذا، كيساعدهم كيساندهم بزاف الحوايج. كنتفاجئوا واحد النهار كنلقاوه ان راه تعتقل، هو يقدر ما فهمش او ما عرفش، او حنا ما كنكونوا ما كنعرفوش شي نقاط في القضاء كنجيو فهمتي كنبنيو عليها. ولكن المهم الابتلاء مع الله سبحانه وتعالى، انك يكون ربي كيبغينا وكيتقرب منا وماشي مشكل، ما كتوقفش الحياه هكا. نزيدو كنعطيو ماشي كنوقفو، راه كنعطيو. وحاجه اخرى، انا النهار اللي شفتو خرج فرحت واحد الفرحه وكنقولها بصدق من القلب ديالي، ان الدموع بغاو ينزلوا لي. وكنت كنهضر مع واحد الناس هنا كانوا عندي في الدار، وجاتني واحد الفرحه من قلبي لحقاش هذيك اللقطه ديال ان فاش هو خارج من باب السجن ديال تولان الجوج، وهو وجهه كنحس به ان بلد اللغه صفر، ماشي صفر ديك كتكون بحال فوبيا بحال فرحه بحال بزاف د الحوايج كيكون، واش انا على برا ماشي على برا، علاش؟ لحقاش كيبغي الناس وكيبغي عائلته وكيبغي ان يدير الخير. كتلقى انا مين كان بربعه د الحيوط بحال مكسور ديال الجناح ما عنده ما يدير، ماشي بحال مين كتكون الحريه. الحريه راه ما عندهاش يعني شي حاجه كتفوق. ميساج ديالك لعائله يوسف الزروالي على المباشر، شنو تبغي تقولي لهم اليوم انت اللي كتخرجي بالتصريح يعني، وكانك متبع القضيه ديالهم منه بالاولى حتى الاخر؟ على سلامته، وفرحنا له كاملين وكنبغيوه وعزيز علينا، وبالاخص الام ديالو. واش نقول لك خويا الزروالي، شوف الحمد لله على سلامتك، وهذا راه ابتلاء من عند الله لحقاش ربي كيبغيك، داكشي علاش ابتلاك. وحنا كنقولوش وتن القضاء ديالنا راه نزيه ونزيه. يعني بغيتي تقولي بان القضاء ديالنا يعني نزيه والقانون يعني فوق كل شيء؟ القانون فوق كل شيء. اختي عزيزه، كلمه اخيره للقناه من 24، شنو تبغي تقولي لها؟ الحمد لله ان احنا مغاربه، مي تكون عندنا الوطنيه في القلب، وكان تكون عندنا الوطنيه في قلبنا كما عند خويا الزروالي وعند الناس كاملين اللي هما مغاربه. وكنبغيو ملكنا، كنموتو عليه، والله الملك، وشكرا.